يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي البتة، فهل يعد مسلما؟ لم يقم بحقها، لم يقم بحق لا إله إلا الله، وأعظم حقوقها الصلاة. ولهذا الصلاة جاءت بعد الشهادتين، جاءت بعد الشهادتين. وما معنى لا إله إلا الله؟ معناها العبودية، وأعظم العبودية الصلاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قراءة وهي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، إلا على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، ولا وليس من إخواننا في الدين. الذي لا يصلي يترك الصلاة متعمدا. ولهذا أهل النار إذا سئلوا يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أوضح من هذا شيء؟ أوضح من هذا شيء، لم نكن من المصلين. والله جل وعلا أخبر عن الكفار، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قيل لهم اركعوا يعني صلوا، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه أعظم أركان، لا يركعون. فالذي لا يصلي هذا كافر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا حديث صحيح. نعم.